لازم. والاسباب بقى اللي ادت كمان لتواجد سلجادو في الجهاز الفني، واضح كمان من تصريحات كابتن هاني رمزي ان هو كمان يا حتى راجل عضو جهاز فني وعضو بارز في الجهاز الفني، مش عارف سلجادو بيعمل ايه في المنتخب. بيقول لك الراجل كان بيجي المعسكرات ما بنشوفوش غير في التدريب كده، بنكمل بيه التقسيمه وبنشوفه على الغداء والعشاء والفطار وكلام كده في المعسكرات بس، لكن ما كانش ليه دور. طب الراجل كان موجود ليه؟ ما هو ده السؤال اللي مصر كلها بتساله بقالها فتره، من ساعه ما جه الكل كان بيسال في الحقيقه، وما كانش فيه اي رد ولا اي جواب اطلاقا يعني من اي مسؤول. فبرضه الكابتن هاني رمزي اثار هذه الجزئيه.